السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين أصدقائي الطلبة في رحاب مدرسة نات. درسنا لنهار اليوم إن شاء الله سيكون حل معادلة جتاء معدوم. إذا على بركة الله نبدأ تمهيد. تعرفنا سابقا على النشر وكيفية تبسيط عبارة جبرية. تبسيط عبارة جبرية يكون باستعمال المتطابقات الشهيرة، المتطابقات الشهيرة الثلاثة المعروفة والتي نستخدمها دائما، وهي A زائد B مربع يساوي A مربع زائد B مربع زائد 2AB، و A ناقص B مربع تساوي A مربع زائد B مربع ناقص 2AB، في حين المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة A ناقص B في A زائد B تساوي A مربع ناقص B مربع. الآن نأخذ إليك الوضعية الإدماجية التالية. إليك العبارة التالية: F تساوي X زائد واحد في 5x ناقص واحد تساوي ناقص صفر. السؤال الأول: أحسب العبارة f من أجل x يساوي ناقص واحد. اثنين: أحسب العبارة f من أجل x يساوي واحد على خمسة، ماذا تستنتج؟ إذا هنا العبارة f ذات المجهول x وعبارة عن جداء معدوم، طرفي جداء عاملين، الطرف الأول والطرف الثاني، أو العامل الأول والعامل الثاني. من أجل حساب العبارة f نقوم بتعويض x بناقص واحد ونحسب العبارة f، ثم نعوض x بواحد على خمسة ونحسب العبارة f. ننتقل الآن إلى الحساب. ثالثا: حل المعادلتين التاليتين 2x ناقص خمسة تساوي ناقص صفر، و2x زائد سبعة تساوي الصفر، جداء وهما عبارة عن جداء المعادلة السابقة. استنتج حل للمعادلة 2x ناقص خمسة في 2x زائد سبعة تساوي ناقص صفر. بعد أن نحل المعادلتين نستنتج حل الجداء العاملين. ننتقل إلى الحل. لدينا f تساوي لنا x زائد واحد في 5x ناقص واحد، نعوض x بناقص واحد في المعادلة أو في عبارة f ونحصل على مكان x نضع ناقص واحد. ناقص واحد زائد واحد يساوي ناقص صفر، في 5 في ناقص واحد ناقص 5 ناقص واحد تصبح ناقص 6. إذا 0 في ناقص 6 ماذا يساوي؟ يساوي لنا الصفر. لما x يساوي ناقص واحد f تساوي ناقص صفر. ثانيا: حساب العبارة f من أجل قيمة x تساوي واحد على خمسة. دائما مكان x نعوض بقيمته واحد على خمسة في العبارة f، فنحصل على f تساوي واحد على خمسة زائد واحد في خمسة في واحد على خمسة ناقص واحد ماذا تساوي؟ تصبح هنا نوحد المقامات. إذا واحد زائد خمسة الكل على خمسة ستة على خمسة، في خمسة في واحد خمسة على خمسة واحد ناقص واحد تساوي لنا الصفر. فنقول أن f تساوي الصفر كذلك من أجل x يساوي واحد على خمسة. ننتقل إلى حل المعادلتين 2x ناقص خمسة تساوي لنا الصفر. هنا نضيف خمسة معاكس أو مرافق ناقص خمسة إلى طرفي المعادلة، فتصبح 2x ناقص خمسة زائد خمسة تساوي ناقص صفر، حتى يتبقى فقط معنا المجهول في الطرف الأول. طرف ثاني: صفر زائد خمسة يساوي لنا خمسة. نحصل على 2x تساوي لنا خمسة بقسمة الطرفين على 2 حتى نتخلص من الاثنين هذه، ونحصل فقط على قيمة x. نحصل على x يساوي 5 على 2، أو دائما باستعمال الطريقة الثانية في حل معادلة: المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، والذي نغير له الطرف نغير له الإشارة. تصبح 2x تساوي ناقص 5، تنتقل إلى الطرف الثاني تساوي 5. إذا 2x تساوي 5، x يساوي 5 على 2. ثم نقوم بحل المعادلة الثانية. معادلة الثانية 2x زائد 7 تساوي ناقص صفر. لو استعملنا الطريقة الأولى راح يصبح أن 2x تساوي لنا ناقص 7، بمعنى x تساوي ناقص 7 على 2. هنا أو الطريقة الثانية: نضيف زائد 7 معاكس 7 إلى الطرفين، فنحصل على 2x تساوي لنا ناقص 7، وبالتالي x يساوي ناقص 7 على 2 بعد أن نقسم الطرفين على 2 لنتحصل على x. هذا بالنسبة للمعادلة الثانية. إذا حلول المعادلتين. ثم نقوم باستنتاج حل المعادلة 2x ناقص 5 تساوي لنا 2x زائد 7. حل جداء معادلة جداء هي على الأقل معامل يساوي لنا الصفر، إما 2x ناقص 5 يساوي لنا الصفر أو 2x زائد 7 يساوي لنا الصفر، وهو ما أجبنا عليه في السؤال السابق. نقول أن حلي المعادلتين هما حلان المعادلة 2x ناقص 5 تساوي لنا الصفر و2x زائد 7 تساوي لنا الصفر السابقين. إذا ننتقل إلى مفاهيم. نأخذ هذه المفاهيم كحالة عامة في الرياضيات. جداء عاملين أو جداء عاملين معدوم يعني أن أحد هذين العاملين على الأقل معدوم.
لحل معادلة جداء معدوم نحل المعادلة من النوع AX زائد B في CX زائد D يساوينا صفر، إما AX زائد B تساوينا صفر وCX زائد D يساوينا صفر مع A B و C و D أعداد حقيقية. هذا في الحالة العامة في حل معادلة جداء معدوم. تدريب نأخذ كتمرين لتطبيق لتكن العبارة E حيث E تساوي 1 ناقص 3X في 3X زائد 3 ناقص 2 في 3X زائد 3. سؤال الأول انشر ثم بسط العبارة E. سؤال الثاني حل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. سؤال الثالث حل المعادلة. إذا السؤال الأول هو انشر ثم بسط العبارة E. نلاحظ هنا نشر والتوزيع بين قوسين، وكذلك هنا نضرب 2 نوزعها داخل القوس، هذا لنشر وتبسيط العبارة E. ثم السؤال الثالث حل المعادلة جداء عاملين يساوينا الصفر. إذا ننتقل إلى نشر وتبسيط العبارة E. لدينا 1 في 3X يساوينا 3X، 1 في 3 تساوي 3، ناقص 3X في 3X تساوي ناقص 9X مربع، ناقص 3X في 3 تساوينا ناقص 9X، ناقص 2 في 3X 6X، 2 في زائد 3 زائد 6. ثم هنا الإشارة ناقص سبقت القوس، فتصبح لدينا هنا ناقص 6X ناقص 6، ونقوم بالتبسيط أو تصبح تساوي ناقص 9X زائد 3X ناقص 6X زائد 3 ناقص 9 تساوي 6. نبسط 9X مربع، لا توجد هنا حدود في هالمربع معادلة من الدرجة الثانية، أو تساوي ناقص 9X مربع. لدينا زائد 3X ناقص 6X تساوينا ناقص 3X، زائد 3 ناقص 6 تساوي ناقص 9 عفوا تساوي ناقص 6، ناقص 6 تساوي ناقص 12. إذا بعد النشر والتبسيط تحصلنا على عبارة E. السؤال الثاني تحليل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. هنا لدينا 3X زائد 3، 3X زائد 3 كذلك هنا العامل المشترك واضح. إذا نقوم باستخراج العامل المشترك 3X زائد 3 كعامل مشترك، بقي في الطرف الأول 1 ناقص 3X، وبقي لنا في الطرف الثاني ناقص 2. دائما لو أعدنا النشر نتحصل على نفس العبارة، أو فنقول أن تحليلنا واستخراجنا للعامل المشترك صحيح. إذا E تساوي 3X زائد 3، نبسط هنا ما بداخل الأقواس، 1 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 3X. إذا هذا هو تحليل العبارة E إلى جداء عاملين. ننتقل الآن إلى حل المعادلة، وهي نفسها المعادلة التي وجدناها بعد أن حللنا العبارة E إلى جداء عاملين. إذا قلنا حل جداء عاملين، حل معادلة جداء معدوم تساوي إما الطرف الأول يساوينا صفر والطرف الثاني يساوي الصفر، وإكس يأخذ الحلين. إذا 3X زائد 3 تساوينا صفر، وناقص 1 ناقص 3X يساوي الصفر. نقوم بحل هذين المعادلتين، المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة، فنحصل على X يساوينا ناقص 1 أو X يساوي ناقص 1 على 3، ونقول هي حلول للمعادلة معادلة جداء معدوم 3X زائد 3 في ناقص 1 ناقص 3X تساوينا الصفر. إذا حلول هذه المعادلة هي X تساوي ناقص 1 أو X تساوي ناقص 1 على 3. في الأخير لا تنسوا أصدقائي الطلبة أن تدعموا القناة، وذلك بالضغط على زر الاشتراك ليصلكم جديدنا.